حياكم الله اخواني واخواتي متابعين قناتنا. بالبداية ابني عراقي قاعد لي ورا اليوم اللح وياي لازم يجي للمكتب وياي ما ادري ليش. المهم اجا وياي وتونس ولعب وهجم للمكتب وخلص. اريد احكي اليوم عن موضوع طبعا دول جماعة المماتعة والمقاولة واحنا حسينيين واحنا من جماعة آل البيت واحنا من جماعة ما اعرف منو. المشكلة ما عندي انا مشكلة من الناس يؤمنون بشغلة ويطبقوها بينهم وبين نفسهم بينهم وبين ربهم، بس لما اشوف هذا الامر قاعد يأثر على المجتمع وعلى البلد وعلى اقتصاد البلد وعلى سمعة البلد، هنا أتوقف وأحاربهم وأبقى أحاربهم وأفضحهم وأكشفهم لحد سقوط هذول الدجلة اللي جابتهم أمريكا ويصيحون كلا كلا أمريكا، اللي سلحتهم أمريكا ويصيحون كلا كلا أمريكا، اللي تصرف رواتبهم أمريكا ويصيحون كلا كلا أمريكا. اليوم صايرين أبطال على هذا الشعب المسكين اللي دمروا سرقوا نهبوا باسم والله هذه الدولة حسينية وهذه الدولة شيعية وهذه الدولة دولة علي بن أبي طالب. شوفوا أي شيء بالحياة هذه لما يكثر ويصير أكثر من المعقول يصير مكروه. بسببكم غالبية الشعب العراقي كفر بالدين، مو بس بآل البيت، كفر بالدين. يسبون الحسين ويسبون علي بن أبي طالب بسببكم، بسبب رعونتكم، بسبب سرقاتكم، بسبب قتلكم. تشوفوهم السرسرية يصلون على مدى الساعة وكاميرات وهذول خطية المؤمنين ودول آل البيت ومعممين وزبالات، هم لا يعرفون آل البيت ولا لهم شغلة بالله ولا برسول الله ولا لهم شغلة بشي اسمه عراق. شلة حرامية، شلة ساقطين، شلة قوادين جابتهم أمريكا من زبالات أوروبا والدول العربية اللي كانوا خاتلين بيها وعينوهم على هذا البلد. جابوا هذول الساقطين وخلوهم يديرون بلد 7000 سنة حضارته، 7000 سنة علم الإنسانية القراءة والكتابة والقانون والأمور الدنيوية والعالمية، وبالنهاية يجيك واحد مثل السبت تنقاني يصير مرجع، وساقط مثل السطل ابن السطل يصير مرجع، ويجيك نور المالك القشمر ابن القشمر ينهب 1000 مليار من خزينة الدولة باسم الله وباسم الحسين وباسم آل البيت، ويجوك ذول السنة حشاكم لقواويد اللي مسمين نفسهم احنا ندافع عن السنة وعن مظلومية السنة، وهم اقدر اقدر من ذيول واذناب ايران. كل الديانات، كل المذاهب، كل القوميات شاركت بخراب العراق بدون استثناء، ما استثني حتى لو أبوي الله يرحمه شارك بهذا الحكومة أطلع من قبره ودفنه. ما عندي لحية مسرحة، ما عندي شيء اسمه شيعة، ما عندي شيء اسمه سنة. أنا ضد كل هذول المتخلفين، سنتها شيعتها عربها كرادها ما أعرف شنو، هذه الأسامي والتسميات اللي دخيلة هي على بلدنا ودخيلة على حضارتنا ودخيلة على الأخلاق اللي تربينا عليها في هذا البلد، اللي كنا ما نعرف من المسلم من المسيحي من العربي من الكردي، كنا متحابين، كنا أصدقاء وأخوان وأولاد منطقة. الشيء اللي يجمعنا هي الخيمة الكبيرة اللي اسمها العراق. الناس تغيرت، النفوس تغيرت، وكل من طلع معدنة. هذه أنا أعتبرها
اللي صار من 2003 لليوم، كشف معادن اللي محسوبين على العراق أو عندهم الجنسية العراقية، كشف شخصية هذا النزق اللي محسوب على العراق بدينه مذهبه أو قوميته، اتضح بأنه الغالبية ذيول، إذا مو الإيران فلدول الخليج، وإذا مو دول الخليج إلى الغرب، وإذا مو للغرب لازم يكون ذيل، لأن ما يقدر يعيش إذا مو ذيل. أتبوا على نظام صدام حسين، هذا النظام دكتاتوري، هذا النظام قتل وسرق ونهب. صدام حسين لحد يوم إعدامه حارت كل مخابرات العالم والزنادقة اللي بالحكم يكتشفون دولار واحد يملك صدام حسين بالداخل أو بالخارج، ما لقوا. ما نقول عائلة صدام لأن كثير من عائلة صدام هم سبب ما وصل إليه صدام حسين. الرجل حاول ينظم ويبني العراق بس عنده أخطاء. أنا قلت أنا قاومت عارضت نظام صدام حسين في التسعينات ولحد انهيار الحكم، بس عارضت كعراقي. هذا الشخص صدام حسين كان عراقي وأنا عراقي، عراقي إلى عراقي، ما رحت حطيت إيدي بيد الخليج أو أمريكا أو بريطانيا أو أي مخابرات عالمية اللي كانت تحاول بشتى الطرق تدمير العراق. وبهذا السبب دفعت ثمن ودا أدفع ثمن وراح أدفع ثمن معارضتي وعدم استجابتي لدعوة هذه المخابرات اللي مدة 30 سنة حاربوني. يعني لو كانت عمارة كان انهارت. بقيت عراقي، بقيت أدافع عن بلدي، بقيت وفي إلى أهل الوفا اللي بالعراق. ما يهمني أنت من البصرة، من النجب، من ديالى، من الأنبار، من دهوك، ما طولك أنت عراقي أحطك على رأسي، ما طولك أنت عراقي أنت بالنسبة إلي خط أحمر ما حد يلزمك، ما طولك أنت عراقي أنت تاج راس. هذول اللي أسميهم تاج راس، هذول اللي أسميهم خط أحمر، مو معمم قدر أو شيخ نذل أو سني أو شيعي يحكي باسم الشيعة وباسم السنة، وهو أكبر ذيل عميل لأي واحد يدفع. الانتخابات جاية وراح تشوفون نفس القادورات ونفس الزبالات ونفس الوجوه بس بأسامي أخرى. هذا مقتدى السطل، ابن السطل اللي دا تشوفوه. ماكو انتخابات إذا ما قال أنا راح استشهد، وما قال أنا ساحب نفسي من الانتخابات وما اشترك، وبالنهاية يرجع يشترك ويقدم زبالته وينهبون ويغلسون على أموال العراق اللي سرقوها. طبعا هذه الدعاية الإعلامية لكل من قالوا احنا منسحبين مما يسمى بالعملية السياسية كلها ضحك عليك وعلى الجهلة. ليش؟ لأن لحد الآن ما يسمى بالمفوضية مال الانتخابات طلعت بيان تقول كل اللي أعلنوا انسحابهم إعلاميا ما حطوه خطيا وطالبوا بانسحابهم من قوائمهم المقدمة للمفوضية. يعني العملية ضحك عليك وعلى غيرك وعلى كل من يصدق أو يؤمن بهذه الزبالات. فيتهموني أنت ضد الشيعة وأنت تقلد عليهم. أنا أي خزعبلات، أي خزعبلات انبنت في هذا العراق راح أبقى أفضحهم وراح أبقى أتكلم حتى بفيديوهات قصيرة لمدة دقيقة يومياً، أضحك عليهم، أفضحهم، أفضح خزعبلاتهم، أفضح تبليهم على الرسول والله وآل البيت الكرام إلى يوم الدين.
لحد ما أشوف سقوط هؤلاء مثل ما سقطت حكومة أفغانستان. وشفتوا شفتوا شلون أمريكا تخلت عن عملائها وخلتهم يصيرون لحم داخل إطارات طائراتها ومحركاتها وتركت أذنابها بالخلف. وكما أعلن السفير الأمريكي اللي قال علنا بأنه احنا راح ننسحب من العراق، ولكن اللي عملوا بعقود مع السفارة الأمريكية او كانوا معاونين الى الحكومة الأمريكية ما راح نكون معاهم ولا راح ندعمهم ولا راح ناخذهم معانا. وحتى قال كل الناس اللي يعملون في منظمات إنسانية أو دولية تابعة إلى أمريكا أو الحكومة الأمريكية فهذه المنظمات هي المسؤولة عليهم، مو إحنا كأمريكان أو دولة مسؤولين عليهم. عفوا. وقال مسؤوليتنا الوحيدة هم من يحملون الجواز الأمريكي مع عوائلهم. نقطة راس سطر، يعني دي يقول لكم يا ذيول راح نترككم للسحل، راح نترككم حتى طائرة ما تنقلكم، راح نترككم يصير بيكم مثل ما صار في أفغانستان. وأحنا عندنا في العراق ثقافة السحل، يعني هذه معروفة من الأربعينات والخمسينات، ثقافة السحل اللي متعود عليه غالبية الشعب العراقي، يعني أنتوا راح تنسحلون وما راح يبقى لكم أثر، والله لا يرحم لا إله ولا الأهل ولا النفس ولا الأبناء من يرحم أي شخص شارك بما يسمى بخراب العراق والانتخابات والحكومة العراقية إلى أبد الآبدين. الله لا يرحم من يرحم هذول. تحياتي للجميع ونشوفكم على خير.